السلام عليكم. الخبر المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، راح لبنته المدرسة عشان يقتلها. سائق توك توك ينهي حياة ابنه وزوجته بالمطارية بالفيديو وبالصور. الموضوع هيبتدي بالتالي، تحديدا من منطقة المطارية. الزوجة اللي رافعة قضية خلع على جوزها، وفاضل يومين على النطق بالحكم في موضوع الخلع اللي عاملاه الزوجة تجاه جوزها، واللي مستشيط غضب وكان مهددها اكتر من مرة ان هي مش هتبقى لحد غيره، وكان مهددها في تهديداته كلها ان هو كده كده مش هتبقى لحد غيره، وكده كده هتبقى في ذمته طول عمره، فما تحاوليش ان انت تعملي عملية الخلع لان هو رافض الموضوع ده تمام. ده الكلام التهديدي اللي كان بيقوله الزوج لزوجته رحمة الله عليها. كل محاولاته زي ما بنقول بقت بالفشل، ان هو يرجع مراته لبيتها مرة تانية. رفض الموضوع تماما. الموضوع معها رحمة الله عليها مقفول ضبة ومفتاح. حاول اكتر من مرة ان هو يرجعها ولكن مفيش، دي المرة الاخيرة. هي راحت لبيت اهلها اكتر من 6 مرات قبل كده، وكل مرة الام بتقول لها ارجعي لجوزك معلش علشان العيال. عندها ولد صغير وعندها بنت. هي رايحة الحضانة بالولد الصغير. الاسامي مكتوبه والمصادر الاخباريه قايله الاسامي كلها وقايله كل التفاصيل، ولكن مش هنقول اسماء. المهم راحت هي وابنها الصغير الحضانه الخاصه اللي هي بتشتغل فيها، شغاله فيها برضه، وفي نفس الوقت ابنها بيدخل الحضانه. وهي داخله باب الحضانه لقت جوزها جاي عليها بالتوك توك. وقف بالتوك توك شافته، اول ما شافته ما اتكلمتش معاه كلمه ولا هو نطق كلمه. وبدل ما يقول لها تعالي وارجعي ويهديها بكلمتين صغيرين قبل النطق في الحكم بتاع الخلع بعد يومين من الجريمه دي، مسك دماغها في الحيطه وضربها على طول. ضربت دماغها في الحيطه، صدت فيه مره تاني، مسك راسها وضربها في باب المدرسه او باب الحضانه الخاصه بباب الحديد. وقعت ميته في بركه ميه. ابنها الصغير موجود نفس الكلام. انهى عليهم هما الاثنين مره واحده. في الوقت ده الداده في المدرسه أو في الحضانة واقفة وشاهدة على الموضوع كله، ولكن الصدمة اللي هي شافتها خلت لسانها جوه بقها ما تنطقش، لا عارفة تزعق ولا عارفة تصرخ ولا عارفة تتكلم ولا عارفة تقول أي كلمة. اتكتم صوتها مرة واحدة، ولكن قدرت بقدرة قادر مرة واحدة إنها تصرخ وتقول فلانة اتقتلت، الحقونا، فلاني جوزها قتلهم هما الاتنين. والناس كلها اتلمت وجريهم عليها، ولكن السر الإلهي كان طالع من الأم ومن الابن الصغير، يعني من زوجته ومن ابنه الصغير برضه. في الوقت ده قدر سواق التوك توك اللي هو جوزها يجري على طول ويهرب، وكان مقرر كمان ان هو هيروح للمدرسه الخاصه اللي بنته الثانيه موجوده فيها، وخبط على باب المدرسه ودخل هناك، ودخل لمدير المدرسه اللي قال له انا عايز بنتي علشان مامتها مش موجوده وانا عاوزها دلوقت تخرج معايا. المدير اللي حس في الوقت ده بارتباك في صوت الزوج او ابو البنت، ورفض تماما ان هو يديله بنته. قال له في خلافات زوجيه ما بينك انت وزوجتك، وانا اعرف كمان ان هي كمان رفع عليك خلع، والاولاد في حضانتها دلوقتي، والاولاد معاها دلوقتي، علشان كده انا ما اقدرش اطلع البنت من بره المدرسه. حاول الاب سواق التوك توك اللي لسه قاتل مراته وابنه الصغير، حاول ان هو يتخانق مع مدير المدرسه. الناس اتلمت، اتصل بالنجده. اول ما اتصل المدير بالنجده جري على طول سواق التوك توك وهرب، وزي ما بيقولوا فص ملح وداب. حاول ان هو ياخد البنت من المدرسه كمان علشان يقتلها. الموضوع كله اتعرف، والموضوع كله كبر، والدنيا كلها عرفت الموضوع. الجده اللي تلقت خبر موت بنتها وان هي اتذبحت كمان بسكينه قدام المدرسه هي وابنها الصغير، خبر صادم بالنسبه لها. العجوز المسنة ربنا يصبرها على فقدان بنتها هي وحفيدها كمان. المتبقي البنت الوحيدة اللي موجودة، البنت الصغيرة اللي كانت مستنية أمها تجيلها كالعادة زي كل يوم والتاني. مدير المدرسة مش عارف يعمل إيه، المدرسين كمان مش عارفين يعملوا إيه. المدرسة كلها واقفة جنب البنت وهي بتعيط بتقول لهم أنا مستنية ماما إنها تيجي. لغاية في الآخر لما قالوا لها ماما مش هتيجي دلوقت، تعالي إحنا حد هيوديكي لغاية بيت جدتك، وقد كان.
البنت الصغيرة أول ما دخلت بيت جدتها اللي أخدتها على طول في حضنها وقعدت تبكي وتصوت. أول ما شافت البنت الصغيرة: أبوكي قتل أمك ودبحها هي وأخوكي كذا باسمه. البنت الصغيرة اللي نقدر نقول إن هي كمان وهي صغيرة فهم الدنيا كلها واللي بيجرى فيها، اللي زعقت على طول وقالت: أبويا عمل الكلام ده كله، ده كان بيهددنا كل يوم والتاني إن هو يقتلنا. أبويا قتل أمي وقتل كمان أخويا الصغير، وكان جاي لي كمان المدرسة علشان ياخدني ويقتلني. صح كده يا جدتي؟ بتكلم الجدة قدام الناس كلها وهي في حضنها وهي عمالة تبكي على موت أمها وأخوها الصغير. الجدة منهارة والصدمة أصلا مش حاسة بنفسها بتقول إيه أو بتعمل إيه. الاتنين الجدة المسنة والبنت الصغيرة بتبكي وبتحضنها وبتبكي على أمها وأخوها، وعمالين هما الاتنين يقولوا كلام مش مفهوم إلا هما الاتنين فقط لا غير من كتر الصدمة اللي كانوا فيها هما الاتنين. السبب الرئيسي زي ما قلنا في حاجة زي كده إن سواق التوك توك ده عمل الليلة دي كلها علشان مراته عاملة خلع، ما تعرفوش بيحبها، ما تعرفوش الانتقام، ما تعرفوش الكرامة لقحت عليه، ما تعرفوش ما تعرفوش ما تعرفوش. ولكن في المجمل هو كان قايل لها: محدش هياخدك غيري في الدنيا دي، ولو حد فكر إن هو ياخدك أنا هاخدك قبله. محدش كان فاهم الكلمة اللي هي هياخدك قبله دي يعني إن هو كان بيخطط لها لموتها لو فكرت في كده. قبل قرار المحكمة في موضوع الخلع أو القضية اللي كانت مرفوعة من تجاه الزوجة رحمة الله عليها للزوج، قبلها بيومين حاول إن هو يردها أكتر من مرة ولكن مفيش. علشان كده قرر الزوج إن هو يروح يموتها، وكان ماسك السكينة في إيديه وهو قدام باب الحضانة اللي هي كانت متواجدة فيها هي وابنها في وقت الصبح. دبحها بدم بارد بعد ما ضربها وسحلها قدام الناس كلها وادى شهادة على الموضوع ده، وقالت الكلام ده كله في تحقيق النيابة وقدام رئيس المباحث. في الوقت ده كله الناس كلها اتجمعت ولكن قدر ان هو يجري. ما علينا اتمسك او متمسكش او اتعمل او ما اتعملش، ولكن دي الاعترافات كلها بالنسبة للدادة اللي قالتها والجدة اللي عمالة تحكي في الموضوع. قرار النيابة هيطلع بعد كام يوم، وبعدها على طول اعتقد ان هو هيتحول للمحكمة، وان شاء الله الحكم رادع في الموضوع اللي زي كده، وان شاء الله هنسمع حكم الاعدام على حبل المشنقة للاب القاتل بدم بارد اللي قتل زوجته وقتل ابنه الصغير بدم بارد. الموضوع انتهى، وده الخبر اللي كان متسيد وسائل التواصل الاجتماعي على في الفترات الاخيرة. خلص الموضوع. كلمة صغيرة: كتير بتحصل مشاكل ما بين الزوج والزوجة، وكتير بتحصل خلافات زوجية ما بينهم هما الاثنين. الزوجة اللي حاولت ان هي زي ما بيقولوا ان هي تنجب بنفسها علشان جوزها اللي بيعمل فيها كيت وكيت وكيت، وقررت ان هي تخلعه قدام المحكمة. عمل فيها الموضوع اللي احنا اتكلمنا عليه ده كله. الاهل فين؟ واهله فين؟ رئيس المباحث بيأكد ان اهله كلهم ناس طيبين وناس غلابة، ولكن هو الشاذ الوحيد فيهم تحديدا. ده الكلام اللي طالع من التحريات الخاصة بالمباحث، وزي ما بنقول هو الوحيد الشاذ فيهم. وكل واحد متخانق مع مراته أو رفع عليه قضية هيعمل لها الجرم ده ولا لا؟ نتمنى تفعيل القانون والعقوبة بتاعة الإعدام تبقى في أقرب وقت وأسرع وقت. ادعو لها بالرحمة، ملهاش علينا دلوقتي إلا الرحمة، وربنا يصبر الست المسنة في تربية البنت الصغيرة اللي فقدت أمها بالقتل هي وأخوها، وفقدت كمان أبوها اللي أصلا بدل كلمة الأب دي شيطان بالنسبة لها. رحمة الله عليها ورحمة الله على الطفل الصغير. السلام عليكم.